بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله رسول الله من بعده. فمعكم أخوكم أسامة محمد الأزهري من مسجد وزارة الأوقاف المصرية، ومبتعث منذ 8 سنوات هنا في جزيرة مايوركا عمل إمام، وحاليا إمام مسجد التوحيد بجزيرة مايوركا الإسبانية. وبالنسبة للجالية المغربية هم الجالية الأكبر عددا في إسبانيا، ومن بالنسبة للجالية الإسلامية أكبر جالية الجالية المغربية، وهنا أيضا في جزيرة مايوركا الجالية الأكبر، وأبناء المغاربة هنا كثر جدا، والحمد لله يعني في نسبة إقبال على المساجد. يعني المساجد هنا في جزيرة مايوركا يعني تقريبا حوالي 48 مسجد، وتقريبا يعني في العموم كل مسجد تقريبا في مدرسة، وكل مسجد فيه أطفال من أبناء المغاربة، وهناك إقبال شديد جدا يعني على تعلم اللغة العربية ودراسة اللغة العربية. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في المغرب وفي أهله جميعا، وأن يسقيهم الغيث، وأن يمطر عليهم مطر خير إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبالنسبة لخطبة الجمعة، فنحن هنا في منطقة فيها عدة جاليات، لكن الجالية الأكبر الجالية المغربية، لكن هناك عدة جنسيات مختلفة وأشكال، لكن الحضور الأكبر يكون للمغاربة. وهناك بعض المساجد في هذه الجزيرة لا يعني تقريبا نسبة 100% فيها مغاربة، يعني ممكن نقول هنا نسبة 60% عندنا مغاربة في المسجد في يوم الجمعة، وفي عدة مساجد هناك 100% مغاربة. وأيضا المغاربة لهم مجهود كبير في المساهمات في المساجد، يعني في الحقيقة الجالية المغربية نشطة في هذا المجال، في مجال المساهمة في المساجد وبناء المساجد والشرط طبعا. يعني طبعا أنا مصري لا أقول هذا الكلام مجاملا، لكن هذه حقيقة واقعة أن مساهمة المغاربة في المساجد تقوم بها المساجد، يعني لولا مساهمة المغاربة ما كان في مساجد في إسبانيا ولا الأماكن وجود المغاربة. هم الجالية الأكبر عددا، وهم الجالية إذا كانت نسبة حضور المغاربة 60% في المسجد، لكن نسبة المساهمة تقريبا 90% للمساهمين في المسجد، فجزاهم الله خيرا. وأيضا في العيد احنا عندنا هنا في المنطقة 7 مساجد نجتمع في مكان واحد نصلي صلاة العيد، يحضر العديد أيضا من الجنسيات. وطبعا العدد الأكبر يكون الإخوة المغاربة، يأتون من كل حدب وصوب فاجتمعون في مكان واحد لصلاة العيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على الخير والطاعة الدائمة أبدا.